راديو الأهرام يقدم في حياتنا شخصيات وراها كتير حكايات، تعالوا نعرفها في بروفايل مع شريف سمير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام في كل مكان، شريف سمير وحييكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بروفايل. طبعا كلنا فاكرين رايا وسكينة، أشهر مجرمتين في تاريخ اسكندرية، تفننوا في خطف السيدات وخنقهم والتخلص منهم وبعد كده الاستيلاء على صيغتهم وأموالهم. حيروا البوليس والشرطة والداخلية والمواطنين والبلد كلها. بطلتها النهاردة اسمها رايا، ومن غير سكينة أصبحت أول وزيرة داخلية في العالم العربي. رايا الحسن أول وزيرة داخلية في العالم العربي. طبعا ده كان ملفت للنظر أن امرأة تتولى وزارة زي وزارة الداخلية، حقيبة ثقيلة جدا. نشأة رايا بدأت في بيت بيعمل فيه الوالدين، وتخرجت من مدرسة الآي سي في عام 1984، ودخلت الجامعة الأمريكية وتخرجت في إدارة الأعمال، وبعد كده عملت في الأمريكان إكسبريس في بيروت. كانت خلال دراستها الجامعية يا جماعة مقتنعة بإكمال الدراسة في الولايات المتحدة، وفعلا حصلت عام 1987 على منحة تعليمية من مؤسسة الحريري لإكمال دراستها، وحازت على شهادة في المالية والاستثمار والماسترز في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن. اشتغلت أكتر من سنة في مؤسسة أمريكية لتأمين المصاريف الشخصية بعد انتهاء من الدراسة. حصلت بعد كده على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة عام 1990. بعد كده التحقت بالعمل في وزارة المالية عام 1992. وزارة المالية اللبنانية ابتدت تتدرج فيها لحد ما بقت مسؤولة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع رئاسة الحكومة اللبنانية، وبالتالي بمرور الوقت أصبحت وزيرة للمالية، وتدرجت في هذه الوزارة فترة طويلة من الزمن بدأت عملها فيها كموظفة سنة 1992، ومن 95 ل 99 أصبحت مساعدة لوزير المال ومنسقة لتنفيذ الشؤون المالية في الوزارة، ومن 99 و2000 بقت مساعدة ومديرة العلاقات العامة بقسم الخدمات المصرفية للشركات، ومن 2000 لحد 2003 بقت مستشار لوزير الاقتصاد والتجارة، كان اسمه ساعتها باسل فليحان. وهي هنا قالت جملة في منتهى الأهمية، إنها ما كانتش ممكن توصل للي هي وصلت له إلا إنها خرجت من مدرسة باسل. بالدين بالفضل لهذا الوزير. ومن 2005 ل 2009 اشتغلت في مكتب رئيس الوزراء وقتها فؤاد السنيورة، وكانت مسؤولة عن كل مجموعة من مجموعات المشروعات المطروحة في رئاسة مجلس الوزراء. طبعا ده ادالها ثقة زيادة، وقدرت انها تعمل على تطوير برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي في اشهر مؤتمرين اتعملوا وقتها عن الوضع الاقتصادي في لبنان، مؤتمرين باريس 2 و3، وده كان مخصص للمساعدات الدولية للبنان. وطبعا احنا كلنا عارفين يا احبائي الكرام ان لبنان بلد ممزق جدا طائفيا، وعنده مشاكل امنية، وتورط في حرب اهلية ضخمة استنزفت اهله وامواله، فكان لابد ان هو يفيه اعتماد على الكفاءات. كانت في مقدمة هذه الكفاءات رايا الحسن. رايا الحسن في الفترة من 2009 لحد 2011 تم تعيينها بشكل رسمي وزيرة للمالية في حكومة الرئيس الحالي سعد الدين الحريري، وفي عهد الرئيس ميشيل سليمان، ومؤخرا أسند ليها حقيبة وزارة الداخلية. مهمة صعبة لكنها أداها هدود. دي كانت العبارة اللي لخص بها وزير الداخلية السابق زياد بارود التحديات اللي في انتظار رايا لما تتولى وزارة الداخلية. قال بالحرف الواحد يا أحبائي إن الخوف من استلام امرأة لوزارة الداخلية ده غير منطقي. ليه؟ لأن الكفاءة لا فرق فيها بين رجل وسيدة، والحسن اللي هي رايا يعني مشهود لها بجديتها في العمل منذ ان تولت حقيبة المالية في 2009. سيدة مثقفة مدركة تماما للمهام مكلفة بيها. الرئيس الحريري قال إن هو مش هيسيبها لوحدها، وفي فريق عمل متكامل هيشاركها في تولي مسؤولية أمن المواطنين. في تحديات كتيرة طبعا بتنتظر رايا، خصوصا ان الداخلية اللبنانية وزارة لها هيكلية ومؤسسات، سواء كان امن داخلي او امن عام. وزير الداخلية السابق بارود اشاد برايا وشاف انها بتتحلى بسجل حافل في ادارة الملفات، عندها خبرة كبيرة جدا طبعا في المالية وكيفية ادارة الامور، فضلا عن خلفيتها السياسية،
ورغم كده الأمور مش سهلة بالنسبة لها. وزير السابق اسمه مروان شربل أشاد برايا وبخبرتها في إدارة الأمور وصفها بالحرف الواحد قوية وفي المكان المناسب، واختيارها للموقع الحساس ده بيدي أمل للعديد من الضباط السيدات لتولي المسؤولية. وقال في ختام حديثه: أتمنى من كل قلبي النجاح ليها عشان تفتح الطريق لسيدات أخريات يستحققن هذا المركز. رايا الحسن مواليد 67، أم البنات، أم لثلاث بنات، أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الداخلية في العالم العربي، دخلت التاريخ من أوسع أبوابه. فهل فعلا تدخل التاريخ وتحقق الأمن في دولة ممزقة ومحطمة ومعقدة جدا زي لبنان؟ سؤال هتجاوب عليه الأسابيع القادمة. وأول قرار خدته إنها أزالت البلوكات الأسمنتية في المدخل الرئيسي لوزارة الداخلية عشان توصل رسالة إن مش هيكون في أي عوائق بين الوزارة وما بين المواطنين لتحقيق الأمن والاستقرار. مما لا شك فيه أحبائي الكرام إن إحنا قدام شخصية شجاعة ومختلفة وغير تقليدية. هنشوف إيه اللي ممكن تقدمه لنا رايا غير اللي سمعناه عن الاسم دوت في الماضي. ياريت تفتكروا يا جماعة الاسم ده كويس ونتوقف عنده، يمكن نرجع له تاني في يوم من الأيام. رايا الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية. وإلى اللقاء في بروفايل آخر مع بطل آخر. بروفايل مع شريف سمير.